قعدت 12 او 15 يوم ما عملناش نصيب، نقول ان الله يرحمه ايمن رمضان في الوقت ده هو اللي كان موجود، وكنت قاعد معاه في عماره واحده، وشاهد على هذا الكلام، شاهد على هذا الكلام ايمن الجمل، ايمن كمال، محمد يونس، حمص، الناس اللي كانوا موجودين، شويه تريقه كده على الماشي. ما ده الطبيعي، صاحبك رجع وما راحش في مكان، برضه فتره ضغط وتشتيت. ما انكرش ان كان في كلام من النادي الاهلي، كان في كلام من نادي الزمالك. مهمه جدا بقى اللقطه اللي جايه اللي هنا، ان كان في اتصال من قبل كاس الامم، ومن هنا بتخليني اشكر طبعا كابتن خطيب، واتمنى له السلامه، يرجع لنا بالسلامه ان شاء الله. في اول اتصال بينه وبينه في 2004 في 2004 اوكي، في قبل يناير، في شهر 12 2003، واحنا خلاص يعني يناير 2004 انا لسه موجود في الاسماعيلي، فاضل لك 6 شهور. فقلت له يا كابتن انا هحترم عقدي مع نادي الاسماعيلي لغايه اخر يوم، مش هحط اي امضى على ورق غير بعد عقدي. ما كانش لسه كمان في احتراف وان انت تمشي، ان انت تبقى، ما كانش في اي حاجه. لكن انا عندي رغبه ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، انا هحترم رغبتك، ويعني هيبقى بيننا تليفونات تانية وخلاص. والمكالمة انتهت، رحنا كاس الأمم، ما حصلش توفيق ورجعنا للأسف من بدري بعد أول 3 مباريات. لعبنا 3 مباريات في النادي، مباراة كاس، مباراة دوري، مباراة بطولة عربية، أنا حافظهم بالترتيب. رجعنا على مباراة كاس، لما خرجنا في تونس حجزت بسرعة وما رجعتش مع الفرقه، ورجعت مع لعيبه النادي الاهلي عشان العب مباراه الكاس مع النادي الاسماعيلي. لان انت هتقعد لسه تستنى يومين في تونس عشان تنزل، فكان في طياره شارتر كده ان انت تدفع فلوس، ونزلت فعلا ولعبت المباراه، كانت ضد ماليه كفر الزيات، كسبنا 4-1. مباراه في الدوري وكانت ضد اسوان، كسبنا 3-1. مباراه النادي الاهلي اللي خسرنا فيها 1-0. في القعده زي كده واحنا قاعدين قالوا لي الثلاث تجوان اللي دخلوا فينا منك كده. انا السبب. قلت له مظبوط، اللي هو الجون بتاع ماليه كفر الزيات هو ضرب الجزاء اللي عاملها مثلا محمد عبد الله. خلاص لو هي باينه في التلفزيون ان انا اللي عامل ضربه الجزاء، ودي ضربه جزاء يعني، خلاص يبقى عماد. وجون اسوان احمد عيد عبد الملك من على خط أسوان. من على خط الجون، بدل ما بيعمل بالعرض راح حاططها في الدقيقه، واظن ان اسلام برده كان شاطر في الحته دي يحطها في الدقيقه. تمام. قلت له يبقى انا الجون اللي كنت واقف، ففتحت الزاويه الضيقه وطلعت اخد بالعرض والكره دخلت هنا. وجون اسوان بالونه من نص الملعب، تمام، الجون بتاعنا نده ان هو ياخد الكوره، طلع احمد السيد جاب جون بدماغه. طب احنا النهارده في قناه النادي الاهلي، واحمد السيد حبيبه وخلاص وبقينا اصحابه زي الفل، هو احمد السيد بعد كده جاب جون تاني اسلام؟ يعني انا يوم ما هسيب حد يجيب جون في مثلا وانا في الاسماعيلي، يوم ما هسيب حد يجيب جون يعني هسيب ميسي؟ هو في الوقت ده ما كانش لسه ميسي، ما كانش بقى ميسي يعني، هسيب احمد السيد يجيب فينا جون؟ فكلام ما كانش واقعي، ما كانش طبيعي. لكن هو كان سيناريو تصديره للجمهور لبعض الضغوط، عشان لا وتصديره للجمهور، وان انت تقعد تحط تحت ضغط فان انت تقعد. فطبعا الكلام ما كانش منطقي، وكان الكلام كان يزعل، وان انت يهاجي عليك الناس ويهاجي عليك الكلام، وانت عارف في الوقت ده الصحفيين اللي كانوا قريبين من مجلس الاداره وخلافه اللي بيكتب. فالامور دي انا بصراحه يعني شويه العرق الصعيدي راح طالع، لا انا مش مكمل انا. والكلام ده انا قلته للكابتن صبري، كان في افتتاح، كان في الوقت ده عنده افتتاح لتوكيل، عشان برضو الكابتن صبري لو شايفنا او سمع الكلام او حد وصل له انا هديله كمان الاماره. كان بيفتتح توكيل ملابس رياضيه، دي الاماره. قلت له لا انا مش، انا بعد اللي حصل معايا ده كابتن صبري، وفي الوقت ده كان بره النادي، قلت له انا مش هقدر ان انا اكمل في النادي فتره صغيره. وبعدين رجعت، عدينا مرحله ال 15 يوم او 12 يوم في النادي في الاسماعيليه، بدات اجهز امور ان انا اجي هنا في القاهره. كان محمد ابن ربنا في الوقت ده كان يشفي ويعافي، كان عنده مشكله في الاوتار، كنت بفكر ان انا اعمل له عمليه، فجيت قعدت هنا في القاهره. في التوقيت ده اجراء العمليه والترتيب والدكتور وان انا لازم اكون هنا، وكنت قاعد عند الحسن محمد في كان لاعب المنيا طبعا. وكان في الوقت ده لاعب النادي المصري او المصري. في شايته في الهرم، كان لسه قبل الجواز. قعدت تقريبا 15 يوم او 3 اسابيع. حصل اتصال بيني وبين الكابتن ماهر همام، ان انت موجود والناس مش عارفين يوصلوا لك، وعمل الاتصال اللي بينه وما بين الكابتن خطيب. في نقطه بس انا عديتها
من الحاجات برضو اللي كانت مؤثره بالنسبه لي جدا وانا طالع للسعوديه. انا اللي اتصلت بكابتن خطيب. انت اللي اتصلت؟ انا اللي اتصلت بيه، قلت له يا كابتن انا بحكي له اللي حصل ما بينه وما بين النادي وانا في الوقت ده هكون فين. فترد عليا والله يا اسلام بالاتي: لو هترتاح في الخليج وهتعرف تعمل اللي انت عايزه كمل، لو رجعت فباب نادي الاهلي مفتوح لك في اي وقت. كابتن خطيب. كابتن خطيب. ولا في امضى ولا في اي شيء، ما فيش غير الكلمه اللي طلعت مني ان انا لو في مصر ان شاء الله اكون موجود معاكم. بس كده. بس. هي دي اللي كانت البدايه. بس. فتره النصر السعودي 3 شهور وبعدين رجعت. الكابتن ماهر هو اللي فتح لي الخط تاني، مشكوره كابتن ماهر همام. خليني برضو في نقطه نادي الاهلي عشان انا برضو قلتها قبل كده، انت برضو بتفكرني. اول حد اتكلم معايا مين؟ النادي الاهلي. كان النادي الاهلي كان عامل لجنه في التوقيت ده، الكابتن فتحي مبروك والكابتن ضياء السيد. هما الاثنين اللي قعدوا معايا واحنا في المنتخب. ورغبتك واحنا عايزين بس ننقل الرغبه بتاعتك ان انت، فالرد في الاول لا، ان انا يعني متمسك بالنادي الاسماعيلي وانا صعب ان انا همشي وانا يعني انا مرتاح في اسماعيليه وسستمت نفسي ان انا هعيش في اسماعيليه خلاص. يعني الموضوع بالنسبه لي، ولكن يا كابتن هفكر، بس انا لو حبيت العب في مصر لا هيكون في النادي الاهلي. وعد تمام خلاص النادي الاهلي وافق. ممكن يبقى عندي. طيب خلينا